بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من شباب ساحة اعتصام البصرة بعد المماطلات التي قامت بها الكتل السياسية واستغلال الوضع الحالي الذي يمر بها البلاد من وباء كورونا وعدم اهتمام الحكومة بمطالب الشعب. لذا نرفض رفضا قاطعا تنصيب أي مرشح من قبل الأحزاب وبالأخص مدير المخابرات العامة السابق مصطفى الكاظمي الذي شغل أمور كتابية سابقا وقضايا يعرفها القريب والبعيد ساحة اعتصام البحرية في البصره.